والله هو حقيقه اقصى امر اللي خاصنا دي تري ديفيسيل باش نجرعوه. ماتش ديربي واقصاء من الكاس الجمهوريه، راه ما حضور عدد كبير من الجمهور الحراشي، وكنا حابين نهديو لهم هذا الفوز. عملنا طيله الاسبوع، الاخطاء اللي تكلمنا عليهم في التدريبات وفي الاناليز فيديو حضروا اليوم، كما الهدف الاول سيرين بالاريتي. الشوط الاول ما دخلناش كامل في المقابله، الشوط الثاني 15 الاولى وين قدرنا نحقوا التعادل، وين كنا متمركزين مليح في الميدان وسيطرنا على الخصم. مالوروزمون الخطا تاع المدافع تاعنا، وين كانت ضربه جزاء صراحه هديه من المدافع تاعنا اللي سقامت لنا. انا ما اظن هذاك هو اللوتونو تاع الماتش اللي سقام لنا الهزيمه، وهذه الهزيمه اللي ما راحش تمر مرور الكرام. انا واحد مدرب من هذا الطاقم الفني صراحه، وين الانسان يحترم في نفسه وكي يلحق الوقت وين ما يقدرش يزيد يمد الافاده، من الاحسن كما يقول لك. انا ما كنتش حاب حقيقه، ما كنتش حاب نروح بهذه الطريقه، كنت حاب نهدي الفوز للفريق والجمهور تاعنا. خساره اللي راح نروح بهذه الطريقه. ان شاء الله كما يقول لك المدرب اللي راح يخلفني، ولا المدرب والمساعد، ولا انا ما نعرفش، ان شاء الله راح يحقق لو ديكليك. وان شاء الله نتمنى بكل قلبي كما فريق اتحاد الحراش يمشي في البطوله، واللي ما تحقيق الاهداف المرجوه ان شاء الله. لا حقيقه انا راني معاك، يعني اليوم ما عرفناش الفريق تاعنا، يعني من ناحيه، خلينا من ناحيه اللعب، ما من ناحيه الجرينطا ما كناش، يعني حقيقه فريق نصر حسيدان كان احسن منا من حيث الاندفاع البدني. احنا هذين ما فهمناش، نقدر نقول لك ما كانش عندنا الاراده اللازمه باش نربحوا فريق الديربي هذا. فريق نصر حسيدان كان يلعب بون بلوك، كان مندفع بدنيا، وحقيقه يستهل هذا الانتصار تاعو. واش غنقول لك؟ نقول لك باللي لاعبين ما يستهلوش باش يحملوا هذا الفريق، هذا لو تريكو تاع فريق الحراش اللي ثقيل. صراحه كاين اخطاء اندارت، كاين اخطاء اللي بوتات اندارت من ناحيه لو ريكروتمون، كاين اخطاء بالك اندارت اداريه، كاين اخطاء من ناحيه الطاقم الفني. كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، وانا واحد راح نتحمل المسؤوليه تاعي، ونعلن الاستقاله تاعي لليوم. وان شاء الله كما يقول لك نشوف نهار، يجي نهار وين نشوف فريق الحراش بلاعبين ذو مستوى واللي يستهلوا يحملوا هذا القميص، ولما لا ان شاء الله يحقوا الصعود هذا العام ولا العام المقبل. صراحه عملت في هذا الفريق، وان شاء الله كما يقول لك يستاهل كل خير هذا الفريق. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.